حفيد الدراجي الملقب بمسيلم الكذاب، قال لك سيدي لقى واحد الخريطه، شوف دابا هذا اعلامي رياضي السي مصطفى، شوف دابا هذا اعلامي رياضي زعما، وكيبان لك يعني راه كتقول لما السيد راه يعني مثقف وهذا وهذا، شوف الفتنه اللي كيزرع والتخربيق اللي كينشر. قال لك سيدي لقى واحد الخريطه تعود ل 1805، لقاها هو عنده في الدار في الكوزينه، وقال لك سيدي هذه الخريطه كتبين ان الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي سنه 1830 كانت اكبر بلد في افريقيا، وما خلاش كاع هو بلاصه المغرب، وعرفتي المغرب كامل كلاه. وجديد زيد على ذاك السبع ديال اسد الاطلس، قال لك كان عندهم هما تما حتى هو، نزيدوا على ذيك. ويا يا اخي، وراه اش نقول لك، انا راه دابا راه خصني نعتذر من المسيلمة، دابا راه كثر منه هذا، عرفتي هذا يا صاحبي واحد الفكر ديالو، وتي قبيله ديال ما قبل التاريخ، عرفتي الا كانت شي كائنات هذا من ذوك الكائنات البدائيه الاولى اللي ما عندهاش بلاصه العقل، واش هذا ما قاريش التاريخ؟ واش ما عارفش؟ نجيو نعطيو الوثائق، اش من 1830 وعلى كره اجي تشوف تاريخ المملكه المغربيه، وبالمآتر اللي مازالين منقوشين فيهم المغارب، المغرب والمغاربه والارشيف ديالهم. هو الزليج اصاحبي، حنا نقول لك جزائري حتى هو الزليج. واه واه، وحنا بلا ما نهضروا على الزليج وعلى كسكسو وعلى هادي، هو دابا راه ما لقى ما يدير، جا اليوم باش يعاود يشعل شويه الفتنه، قال لك اجيو تشوفوا واحد الخريطه ديال قبل الاحتلال الفرنسي لشمال افريقيا وهذا 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 وهذا، فهمتي؟ وحنا بعدا راه ماشي احتلال، حنا راه كان عندنا عهد الحمايه اللي توقع سنه 1912، العهد ديال مولاي حفيد، حنا ما احتلناش كاع بالقوه، غير باش نفهمك هذه القضيه هذه. الامبراطوريه العثمانيه اللي احتلت كاع الدول شمال افريقيا ما دخلتش المغرب، فهمتي؟ حنا واش حنا واش خبر واش خبرك المغرب نزل في الجزائر، استعمر الجزائر، دخل ليها في 24 ساعة. خبرك القديم وما خبركش. اودي شوف راه دابا لو كان هذا فيها مصطفى شويه ديال العرفان، الله يدي الله يدي الله يدي، الفضل ديال المغرب جوج على جوج جوج الجزائر، جوج المغرب الفاتح حسن كيجي هدف التعادل. تفضل كمل قلت لك مصطفى يتذكر على الفضل ديال المغرب على الجزائر في مرحلة ديال الاستعمار، والسلاح اللي كان كيمشي من المغرب، والدعم المادي والمعنوي باش الجزائر تاخذ الاستقلال ديالها. احسن احسن دابا فين لقى الخريطة؟ قلت لقاها في الكوزينة. وخريطة ما عرفتي تلقاها في كوزينة ولا هذا، وجا كيكذب على الناس. السيد الأمانة صافي راه شوف الله يهنيه سي مصطفى، تحية لك، تبارك الله عليكم. السي حسناوي تهلا يا فرع. اذا كنشكر الجماعة، كنبغيو نضحكوا شوية، ضحكوا شوية مع اذا تهلاو ليا فراسكم. راديو سبور ماروك جنيف، السلام عليكم.